إذا قيل لك من أطاع عالما في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام أهو مشرك؟ فقل نعم. فمن حرم حلالا أو أحل حراما فأطاعه أحد من الخلق فهو مشرك بالله جل وعلا. قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم، يعني لم نصلي لهم ولم نصم لهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا أحلوا حراما أو حرموا حلالا اتبعتموهم؟ فقال: بلى. فقال: فتلك عبادتهم.